نبدأ نشرتنا من هنا من لندن، إذ استقبل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يزور بريطانيا لبحث آفاق التعاون الأمني والتجاري بين البلدين. تتزامن زيارة السيسي مع إعلان الحكومة البريطانية وقف رحلاتها الجوية بين بريطانيا وشرم الشيخ بمصر إثر حصولها على معلومات ترى أنها تدفع في اتجاه الاعتقاد بأن شحنة متفجرة كانت السبب في تحطم الطائرة الروسية في سيناء هذا الأسبوع. وشهدت العاصمة البريطانية تظاهرات احتجاجا على زيارة السيسي لبريطانيا وللمطالبة بوقف الدعم العسكري لمصر. من جانبه دان زعيم المعارضة البريطانية جيرمي كوربن دعوة كاميرون للسيسي ودعا لوقف تصدير الأسلحة لمصر. في تفكير برجي نيويورك. معنا مباشرة من أمام مقر رئاسة الوزراء في وسط لندن مفادنا جمال عز الدين. جمال، هل لك أن تحدثنا عن أهم ما ورد في المؤتمر الصحفي بين كاميرون والسيسي، وأيضا إن كان هناك أي جديد بخصوص المظاهرات المعارضة للزيارة؟ نعم أمال، المؤتمر الصحفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ديفيد كاميرون خلص للتو يعني منذ قليل. أهم ما ورد فيه هو ربما ما وصفه الرئيس السيسي في هذا المؤتمر الصحفي بالتفاهم المتبادل الجيد كما يقول بين بريطانيا ومصر فيما يتعلق بمجموعة من الملفات وعلى رأسها الملفات الأمنية، بالنظر إلى ما حدث وسقوط الطائرة الروسية في سيناء. الرئيس المصري قال إن مصر قامت بتجديد الإجراءات الأمنية منذ عدة أشهر في مطار يعني شرم الشيخ بناء على طلب بريطاني. أكد كذلك أن مصر ستقوم بتعزيز إجراءاتها الأمنية ربما لضمان سلامة السياح الأجانب، وقال أنه يأمل أن يعود السياح الأجانب قريبا إلى سيناء. مواضيع أخرى ربما لم تطرح في على الطاولة في هذه المحادثات ولا كذلك في المؤتمر الصحفي، ربما من أهمها وضع حقوق الإنسان في مصر، كذلك الحريات والتضييقات التي يعني ينتهجها النظام المصري ضد حقوق الإنسان وضد معارضيه. هذه من بين المواضيع ربما التي لم يتم التداول بها أو التطرق إليها في هذا اللقاء خارج داونينج ستريت. كما ترون خلفي هنا كانت منذ قليل جموع غفيرة من المعارضين والمناصرين للسيسي تجمعوا هنا أمام داونينج ستريت. البعض معارض لهذه الزيارة وينبدد بما أسماه بتواطؤ الحكومة البريطانية مع النظام المصري وإضفاء شرعية لهذا النظام الذي يقوم بقمع معارضيه وبانتهاكات متكررة لحقوق الإنسان. في المقابل الجانب الآخر هم أعداد غفيرة معظمهم جاءوا من مصر في الحقيقة، من بينهم العديد من الفنانين والإعلاميين المصريين جاءوا لتأييد الرئيس السيسي في هذه الزيارة ولإضفاء ربما شرعية أخرى شعبية لهذه الزيارة. نعم أمان، شكرا جزيلا جمال عز الديني، كنت معنا من وسط لندن.